عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، أنتم معي في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. كعادة يرحب بضيوف الكرام، معنا المحلل السياسي الأستاذ عقل الباهلي، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. ومعنا أيضا الأكاديمي الدكتور محمد العبد اللطيف الكاتب في جريدة الجزيرة، مساك الله بالخير. ثم معنا الأستاذ محمد المهنة الخيل أيضا الكاتب في جريدة الجزيرة، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا أستاذ. أخيرا معنا المحلل السياسي الأستاذ عبد الرحمن الطريري الكاتب في جريدة عكاظ، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. إلى موضوعنا الأول. وسط ترحاب رسمي وشعبي في عدد من العواصم، قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة إلى الجمهورية العربية المصرية، لتشهد الزيارة الكثير من الاتفاقات والمفاجآت السعيدة في وقت تمر به المنطقة والوطن العربي بالكثير من الأحداث المؤلمة، لتؤكد أن هناك رؤية يملأها التفاؤل تجاه مستقبل زاهر يقوده عمق العالمين الإسلامي والعربي باتجاه الأفضل. حقيقة تثبت هذه الزيارة عن حاجة العالم العربي إلى الثقة السعودي والمصري، ثم إلى حاجة العربي العالم العربي والشعوب العربية إلى ما يمكن أن أسميها أنا حائط المتكة. حائط المتكة هو وزن وقيمة هاتين الدولتين، مصر والسعودية أو السعودية ومصر. نستطيع أن نقول مصر عادت شمسك الذهبي. كيف تقيم هذه الزيارة أستاذ عقل؟ ربما يعني الأحداث في المنطقة تستدعي مثل هالزيارة، والزيارة يعني أتذكر صار تنويه عليها كثير بحكم طبعا يعني أنه الملك سلمان أكمل عامه الأول في سلدة الحكم، فيعني هو سبق أن زار دول أخرى، لكن في اعتقادي أنا مصر كانت يعني والسعودية في حاجة إلى نوع من يعني إعادة الروح العربية، إلى إعادة روح الحس القومي، العلاقات الإنسانية للعلاقات المصرية السعودية، لأنه إحنا علاقاتنا تاريخية مع مصر. نحن نعرف في يوم من الأيام كان يعني عندنا أعداد هائلة من الأخوة المصريين على صعيد الثقافي، على صعيد التعليمي، على صعيد حتى البناء، حتى يعني الأعمال العادية. وأنا أعتقد أنه أيضا الفرصة مواتية الآن، يعني شفنا إحنا الاتفاقيات ويعني آفاق المستقبل بين مصر والسعودية، فاعتقادي شيء إيجابي في العلاقات العربية. وأعتقد أنه يعني يحتاج الوضع العربي الآن، بالذات الوضع في مسألة سوريا واليمن، أعتقد أنها قضايا ملحة، وبالتالي ربما إذا صار هناك توافق سياسي وتنسيق، أو على الأقل الحد الأدنى فيه، لأنه هناك يعني يجري اختراقات الآن للموقف المصري. بالتالي أنا أعتقد أنه ضروري هذه الزيارة، كانت مهمة. أعتقد أنه موضوع الجسر كان يعني شيء مهم جدا أنه يعني وقع كمشروع قابل للتنفيذ، سيبدأ تنفيذه بعد عام من الآن. يعني أعتقد صحيح أنه مهم جدا للتواصل. صحيح. أعتقد أيضا أنه ترسيم الحدود، ترسيم الحدود، ترسيم البحرية مهم جدا أيضا نخلص من القضايا العالقة. صحيح. يعني أعتقد أيضا إذا كان لي رأي، أنا كنت أتمنى، وأنا أعرف أنه ربما كان كثير من الناس يعني لهم رؤية، لكن أنا أعتقد أنه العمالة العربية مهمة. إذا كنا نبي نجيب عمالة من كل أنحاء العالم، أنا أعتقد أن العرب أولى يا أخي. صحيح. في أمس الحاجة الناس العرب في البلدان المجاورة. نعم ربما يعني يكون عندنا ذهنية الراحة، ذهنية القلة، ذهنية الرخص أحيانا، ولو أنه حتى العمالة الآسيوية اليوم أصبحت غالية يعني ما عاد في، وأولى أن يعني يكون إذا كان في قوة عمل، نحتاج قوة عمل. أنا في اعتقادي ولو أنه يمكن الناس لا بس أنا أعتقد أنه مهم أن يكون يعني أي قوة عمل مصرية متاحة. أنا أعتقد أنه حقهم لهم حق في المشاريع السعودية أكثر من أي آخرين غير عربي. يعني واضح أصلا هذا واضح من خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تمت بوجود الوزراء، وزير العمل وقع اتفاقية عمالة، ووزير الإسكان، ووزير التربية والتعليم، ووزير الثقافة والإعلام،
ووزير المالية ووزير التجارة. المهم أنه مجموعة من طبعا وفوق هذا وقبل كل هؤلاء وزير الدفاع أيضا الأمير محمد بن سلمان. على فكرة ميزة هذه الزيارة أنها ميزة أنها زيارة إنجاز. جرت العادة أن تكون الزيارات العربية زيارات مجاملة وتصوير وفلاشات ثم النتيجة لا شيء. هذه المرة الزيارة تمت قبلها هناك مجلس تنسيقي أو لجنة تنسيقية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، كانوا يروحون دائما في رحلات مكوكية بين مصر والسعودية حتى أوجدوا الأرضية الصلبة لمثل هذه المشاريع. إيش تعليقك بالفعل على الإنجاز يا محمد العبد اللطيف؟ أنا أتفق معك تماما، يعني أنه الرحلة هذه جاءت لتتوج كثير من المشاريع اللي تم الاتفاق عليها. ولكن أنا في رأيي أيضا بإضافة إلى ما تفضلته فيه أن التنسيق جاء في وقت حرج وفي وقت مطلوب، يعني لأنه إحنا جربنا عملية الفراغ وغياب التنسيق بين الدول العربية. عندما غاب التنسيق هذا ولا صار في الدول العربية ثقل، وجدنا أن إيران تستطيع أنها تتدخل في العمق العربي، وجدنا أنه الأنظمة العربية تهتز، وجدنا كذا. ولكن أنا أتمنى يعني أنه يعني في قمة عقدت عربية في الكويت واتفقوا على أن القمم القادمة العربية تكون ذات طابع اقتصادي وليس ذات طابع سياسي أو ايديولوجي والأشياء الوقتية. ولكن أنا أعتقد لهذا الاتفاق كي ينجح يجب أن تكون المصالح من الطرفين وليس من طرف واحد، حتى ما يكون مثل الاتفاقيات النفعية اللي أحيانا وقعت ثم مجرد ما تتوقف المنافع هذه تتوقف التنسيق ويتوقف العمل. يجب أن يكون على أسس يعني مؤسسية وشعبية أيضا يكون له قاعدة، بحيث أنه ما يتغير مع الأيام. يعني إحنا نحتاج في الحقيقة، يعني هو المفروض أن يكون هناك تنسيق بين الدول العربية حتى في الأوقات اللي ما فيها أزمات. يعني العالم كله يستغرب لماذا ما فيه كتلة اقتصادية عربية، نحن نتكلم اللغة ذاتها يعني ولدينا التطلعات القومية ذاتها، ما الذي يجعلنا نفترق بهذا الشكل؟ إحنا لا نتكلم عن مصر فقط، نتكلم عن دول أخرى، نتكلم عن تونس، نتكلم عن الجزائر، نتكلم عن ليبيا، نتكلم، لأنه أنت بدون ما يكون عندك هالعمق الاقتصادي هذا وهالعمق السياسي فإنك تكون دائما في مهب الريح، يعني لأنك أنت تكون المنطقة الهشة في العالم اللي كل الصراعات وكل الأزمات الاقتصادية تبدأ فيها يعني. صحيح. فإحنا نتمنى أنه يكون هذا الاتفاق هو لبنة أولى يبنى عليها أيضا عمليات تنسيق واتفاقات مع دول عربية أخرى. ممتاز ممتاز أستاذ محمد. أيضا هذه الزيارة للأمانة في ظني تؤسس لمسار جديد في العلاقات اللي تقوم على المنافع والمصالح المتبادلة. العلاقات العربية الأولى كانت مثل ما قلت أيضا أنا في المقدمة علاقات مجاملة، إذا قامت مصالح ومنافع بينية ومشتركة عززت من الاستمرار. أنت إيش تعليقك؟ بدون شك كلامه صحيح، انه العلاقه طبعا مع مصر، العلاقه الاقتصاديه مع مصر قائمه من زمان، من 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 بدايه السبعينات الميلاديه في القرن الماضي. وبالتالي التبادل التجاري بين مصر والسعوديه ايضا بدا الان في التريليون، يعني انا تكلمت عن قصدي البليونز من الريالات. لكن أنا أعتقد أيضا أهمية الزيارة بحد ذاتها ويمكن توقيتها جالي فيه المملكة ومصر وسوريا والعراق كانت تمثل الثقل العربي. صحيح. في القرن الماضي الحقيقة في نهايات القرن، وكانت هي هذه الدول هي اللي كانت محل صنع القرار العربي. لذلك كانت العلاقة مع إسرائيل إلى حد ما وضعت إسرائيل في زاوية نتيجة القوة هذه، فلما اختلها التوازن ده شفنا بعزل سوريا والعراق، شفنا عزل سوريا والعراق الآن. أي. وأيضا جاء مسألة الربيع العربي والتحولات اللي حدثت في مصر، في مصر أيضا. أي. جعلت الثقل العربي ضائع. فأنا أتصور أنه الملك سلمان الآن يبني
هالثقل ذا من جديد مرة أخرى. صحيح. وأعتقد هذه من الأشياء اللي جدا مهمة إدراكها، وخصوصا برضو أنه الأسبوع الأسابيع الجاية يبصير في اجتماع مجلس التعاون بحضور الرئيس الأمريكي. فأتصور أنه مهم جدا أنه الرئيس الأمريكي عندما يأتي أيضا يكون في ذهنه أنه مصر باتت جزء من هذا التكوين ذا، بحيث أنه تصير فعلا قوة إقليمية قادرة على أنها تحد من المطامع الإيرانية في ذهني. ممتاز. أستاذ عبد الرحمن، عبد الفتاح السيسي قال أن التعاون الاستراتيجي بين الدولتين يمثل نقطة انطلاق حقيقية لمعالجة العديد من أزمات المنطقة. هل نستطيع اعتبار هذا الكلام يعني التمهيد لعمل سعودي مصري مشترك في الاتجاه السياسي؟ العمل يعني التعاون في النطاق السياسي هو موجود، لكن أعتقد أنا فهمي لكلماته إن هو إدراك أنه أحد أكبر مشاكل المنطقة اللي هي الإرهاب أو ما دفع حتى الشباب للخروج في ثورات الربيع العربي هو اليأس والإحباط، وهذا يأتي بشكل رئيسي من انعدام الحريات أو انعدام الفرصة. فهنا نشوف في زيارة الملك سلمان سواء مشاريع التنمية أو إقامة جامعة سلمان، هذه رسالة أنه لابد من تنمية في منطقة سيناء حتى تخرج من كونها بيئة جاذبة للإرهاب. كذلك في لقاء الملك مع شيخ الأزهر هو رسالة أنه لابد أن احنا نشجع على تصدير الإسلام الوسطي، لأنه هو أيضا فكريا هو البديل للإرهاب. كون هذه الزيارة تأتي في الاجتماع السادس للمجلس التنسيقي السعودي المصري، فهذا تأكيد أنه فيه فرصة أمل أن يكون في عمل مشترك عربي ناجح. عادة المشاريع العربية لا تستمر ولا تكون بالتتابع، أنه يكون في اجتماع كل شهر وعلى مستوى رئيس وزراء مصر أو ولي عهد السعودية. الزيارة في مجملها أيضا تعطي رسالة للمصريين أنه علاقة السعودية هي مع الشعب المصري مهما تغيرت الأنظمة، لأنه إحنا علاقة جوار وعلاقة تاريخ وعلاقة إخاء كانت وستبقى مهما تغيرت الأنظمة، إنما العلاقة هي مع الشعب. هناك يعني نلمس مثلا مثل زيارة الأزهر أو ترميم مستشفى القصر العيني، أنت ترسل رسالة إلى الشعب المصري أكثر من الأنظمة، الأنظمة على تواصل، ولكن الأهم هو الرسالة للشعب المصري. ممتاز. عقل أيضا أنا أنتقل إلى موضوع آخر في نفس الإطار، ملك سلمان أيضا بالمناسبة سيقوم بزيارة يوم الاثنين الظاهر بعد بكرة إلى تركيا. هل تجد أي رابط مشترك بين زيارة مصر وتركيا، أو أنها زيارة مجدولة سلفا لحضور المؤتمر الإسلامي في إسطنبول؟ ليس هناك شيء ممنوع في السياسة، كل شيء يوظف. ربما هو طبعا يعني الهدف من زيارة تركيا رسميا هو للقمة الإسلامية، لكن بالتأكيد يعني هذه اللقاءات يجري فيها حلحلة بعض الملفات. أنا في اعتقادي في أذهان الناس كثيرين أنه يعني المشكلة التركية المصرية كثير من الناس يعتقد أنها مشكلة يعني يجب أن تحل. أنا في اعتقادي المصريين والأتراك قادرين على التعامل مع بعض. أهم شيء أنه ما يكون هناك أطراف عربية أيضا يصير عندهم هم أنه إحنا علاقتنا بمصر كيف علاقتنا بتركيا، إحنا علاقتنا بتركيا في علاقتنا بمصر. أنا أعتقد من السعودية تحديدا أي دولة، السعودية إحنا نتحدث عن السعودية كأبنائها، نعم، أنه أهم شيء أنه نجسر كل العلاقات مع مصر كمصر ونجسر العلاقات مع تركيا كتركيا. ما يخص تركيا ومصر هاي مسؤولية المصريين ولا ترى. واضح. محمد تبغى تعلق على الموضوع، خاصة أنه المفروض أنه تنتقل رئاسة المؤتمر الإسلامي من مصر إلى تركيا، هل شايف أنه في بوادر يعني؟ أنا يعني كنت بعلق، كان ودي أعلق على هالموضوع قبل ما تسألني أنت. تفضل. أولا نشوف عادة لما تكون فيه أواصر تاريخية عميقة بين البلدان تكون الخلافات الوقتية هذه سنتين ثلاثة أربعة إلى عشر هذه بمثابة مطبات هوائية يعني يتم تجاوزها، ولكن أقرب البلدان العربية إلى تركيا هي مصر.
لأن الأتراك حكموها، المماليك حكموها مدة طويلة. لو الحين تبي تروح على البسفور في اسطنبول، المماليك غير الأتراك، لا أنا أقصد هم من مماليك اللي إيه؟ أنا وحتى الأتراك حكموها الحين. لو تبي تروح مثلا تشوف في مصر القاب زي الأفندم وباشا وذا، هذه كلها تركة، والأسر أثمانية. والأسر التركية التي بقيت في مصر تعتبر هي الأسر، يعني هي جزء من الأسر إيه؟ المصرية. نعم. وعلى البسفور هناك متحف، أجمل مبنى على البسفور هو كان مبنى الممثلية المصرية في تركيا. إذن الأتراك عندما تسألهم كشعب دائما يشدون بحبهم لمصر وبقربهم لمصر. أنا لست قلقا على قضية الخلاف المصري التركي. لا احنا بس ولكن أعتقد أنه إذا نتوقع. كان مثلا السعودية تستطيع أنها تلعب كضابط إيقاع بين مصر وبين تركيا في قضايا محددة، قضايا تهم المنطقة، مثلا مواقف من مثلا قضية ما يجري في العراق، مواقف ما يجري في سوريا، مواقف، فإنهم لا يحتاجون هم لأن يعني بمعنى أنه ممكن أن الأمور تستمر وتكون بوساطة السعودية، ولكن أعتقد أنها غيمة وستنقش. ممتاز. إيش تتوقعك لزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تركيا؟ إيش تنتظر من هذه الزيارة؟ أنا بلا شك أتوقع أنه على الأقل الملف المصري التركي يصير يعني في جدول أعمال خادم الحرمين في زيارته لتركيا. والواقع أنه يمكن التوقيت أيضا نجي لأن التوقيت الأزهر مناسب. قبل فترة لما كانت المشاكل اللي هي نتيجة الربيع العربي وما حدث في ليبيا، تدخلات المصرية في ليبيا وتدخلات التركية أيضا، هي كانت ملفات هي اللي تقريبا شتتت العلاقة المصرية التركية. أيوة. الآن ليبيا أمورها في اتجاه، نأمل إن شاء الله أنها في اتجاه إلى التصحيح. ما بقي بين مصر وتركيا مسائل توقد الخلاف مثل ما كانت أول، لذلك نتصور أنه الآن التوقيت الآن مناسب إلى أنه تفتح الملفات من جديد وتحسن العلاقة. عبد الرحمن الشرلي يبدو عندك تعليق. إيه، بحكم أنه لسه قادم من مصر، المزاج المصري جدا حانق من تركيا. إيه؟ وأعتقد صعب حتى على السياسي المصري أن يسوق أي مصالحة الحين. إيه؟ أعتقد أنه السعودية بادرت لكن دون إلزام لأحد. السعودية عندها تجربة ناجحة في جمع المختلفين وآخرها تدريب رعد الشمال. وأختلف مع الأستاذ محمد أنه إذا كانت علاقتي معك أن أنت مستعمر سابق هذا لا يعطي أي حميمية للعلاقة. لكن المصريين خلال آخر 3 سنوات يعني جدا في غضب شديد. أعتقد أنه يعني إذا لم تكن تركيا مستعدة لتقديم مبادرات في حدها الأدنى كالتي قدمتها قطر مثل إغلاق جزيرة مباشر أو غيره أو إخراج الإخوان الموجودين هناك، ما أعتقد في أفق المصالحة. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد إلى موضوعنا التالي. من المنتظر أن تكون الكويت منعطفا في مسار الصراع اليمني باتجاه إيجابي مختلف يضع للحرب أوزارها، ويكون انطلاقة مختلفة نحو يمن جديد تكون للشرعية فيه الصوت الأعلى. دكتور محمد، ما هي مرئياتك لما وتوقعاتك لما يمكن أن يحدث في لقاء الكويت بين الأطراف اليمنية؟ هو اللي نعرفه أنه الطرف اليمني اللي هو الحوثي وعلي عبد الله صالح رفضوا الانصياع للقرار الأممي اللي هو تسليم السلاح وكذا. ولكن الآن يبدو لي أنه الطرفين كلهم صار عندهم نوع يسمونه بالإنجليزي war fatigue، بمعنى أنهم تعبوا من الاقتتال. أيه. وعرفوا أن الاقتتال يعني خاصة بالنسبة ربما للحوثيين وعلى عبد الله صالح أنها اقتتال عبثي. يعني أنه بكل ما في الأمر لن يعيدهم إلى ما كانوا عليه أيه. وأن إيران تخلت عنهم في منتصف الطريق ترى
في فترة من فترات بدأت تظهر خلافات. لا قبل يومين يعني فيها أسلحة كانت. لا بس هي صار فيه كلام بين الحوثيين وبين الإيرانيين يعني يشي بأن العلاقة مع 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 إيران إنه إيران من الممكن أو هناك بوادر إن إيران ممكن تتخلى عن الحوثيين في طبعاً أي وقت. طبعاً. ولذلك أنا أتصور نجاح الكويت مربوط بحاجة واحدة هي أنه اقتناع الطرفين على الوصول إلى حلول وسط يعني على الوصول إلى كومبرومايزز على أشياء معينة ربما أعطاء الحوثيين دور أكبر شوي عدم مثلا القبول بخروجهم من المدن ولكن ليس تسليم جميع أسلحتهم مثلا ممكن تسليم بعض الأسلحة اللي أخذوها من الجيش قناعة علي عبد الله صالح أنه إذا استمرت الحرب أنه سيخسر كل شيء فعلى الأقل أنه من الممكن الآن أنه يحصل على بعض الشيء يحصل على حفظ ماء الوجه وربما الخروج من اليمن كل هالعوامل هذه ولكن حتى الآن نحن لا نعرف يعني للأسف إحنا دائما المفاوضات حقات التي تقوم بها الدول العربية لا تظهر تفاصيلها أنت ما تعرف وش الدقائق اللي اختلفوا عليها يعني من الأشياء اللي قيل أنه اشترطوا الحوثيين استقالة هادي وأنه بحاح يستلم رئاسة اليمن فإحنا لا نعرف بالضبط ما هي نقاط الخلافات في الاجتماعات الأولى حتى نتوقع ما كيف يتم تجاوزها في الاجتماعات الثانية ولكن أنا متفائل أنه كل الطرفين يريد أن يوقف الحرب عقل أنت كيف شايف التعديلات اللي أجراها الرئيس اليمني على منصب نائب الرئيس ورئيس الوزراء أنا كنت من أول يعني منذ كانوا بحاح والرئيس ووزير الخارجية كانوا كلهم من الجنوب وأنا كنت أقول هذا شكل من أشكال الخطأ المنهجي في الأزمة لا يمكن أن تضع رئيس وزراء وزير خارجية من منطقة واحدة وهذه المنطقة أيضا تعرضت إلى قصص انفصال وعودة وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني علي محسن أن تغيير حال أنا أعتقد أنه رئيس الوزراء الآن من الجنوب نائب الرئيس من الشمال الرئيس من الجنوب وزير الخارجية من الشمال أنا أعتقد أن الحالة متوازنة الشيء المهم أنه قبل ما يصير هذا التشكيل شمال اليمن شمال الشمال وشمال واليمن الوسط ما كان يعني في أحد يستطيع الحديث معه ما في علي محسن الوحيد اللي يستطيع مع شمال الشمال وسط اليمن بحكم العلاقة 35 سنة إذن أنت شايف أن التغيير يقود معها في هذا الاتجاه أنا يعني هذا من حيث القيادة الشيء الآخر موضوع الحل موضوع الكويت كل دائما الذهاب إلى المفاوضات في حالتين من الذهاب إلى المفاوضات أما أن فيه ناس من اللي ذاهبين يريدون إفساد المفاوضات حتى يكونون في حل أمام المجتمع الدولي وحتى أمام شعبهم وحتى أمام الإقليم بأنه إحنا رحنا بس هم في الأساس ذاهبين ليس لديهم رغبة في السلام ولا في الحل بس يذهبون ليخربون يعني أو أنا أكثر شيء يعني أعطاني أمل قوي هو لما صرحت السعودية على لسان محمد بن سلمان وزير خارجية عادل الجبير بأن الحوثيين في الرياض وجود الحوثيين في الرياض غير يعني لمدة أسبوع أو مرحلة يعني أسبوع 10 أيام في مفاوضات هذا معنى حدة الخلاف بين السعودية والحوثيين تكسرت يعني أعتقد أنه يعني الخطر الآن فيما يواجه اليمن هو علي عبد الله صالح لأن علي عبد الله صالح واضح مجرد ما أعلنت السعودية والحوثيين بدأوا في تفاوضات مع السعودية يعني إعلامه كله يقول هذه ضربة في الظهر وهذه يعني وأنتم تبي تلعبون على جثتي ويعني بس أعتقد أنا إنه الكل الآن إذا كان يعني الصورة قريبة من الواقع أنه الحل سيكون في الكويت
هل أنت متفائل مثل عقل؟ أول ما يدعو للتفاؤل هو عودة الحلول للعواصم العربية بعيدا عن جنيف وعن فيينا وعن كذا، فكل الحوثيين يأتون للرياض أو الفوضات تحصل في الكويت، هذا شيء يدعو في التفاؤل أو في القاهرة حتى. أعتقد أن الحوثيين قدموا أكثر من يعني بدرة حسن نوايا، أولا تبادل الأسرى، إيقاف إطلاق النار على الحدود، وأعتقد أنهم فهموا الرسالة السياسية من تعيين علي محسن الأحمر، لأنه في النهاية شمال الشمال هو ساقط بين ثلاث خيارات. أي. لو كان مات علي عبد الله صالح مثلا وعلي محسن الأحمر، فسيتحول كل هذه الأرضية الزيدية إلى حوثة سياسية. كويس، وبالتالي تعيين رجل يستطيع أن يضمن ولاءات القبيلة والعسكر في نفس الوقت هو ما ينتج حل عسكري، وهو ما أيضا يقلل من شعبوية شعاراتهم. رغم هذا التفاؤل إلا أنه حصلت بعض الاختراقات من الحوثيين اليومين اللي فات، خصوصا في تعز وأبدوا. هل تعتقد أنها تتم للضغط، يعني ليكون وتكون ورقة تفاوضهم أقوى؟ دائما يعني هذه الأشياء لتغيير شروط التفاوض، وهم أيضا اعترضوا على بعض الشروط اللي قدمها مندوب الأمين العام في لإيقاف إطلاق النار. أعتقد أن الأسلحة الثقيلة هم موافقين تماما على تسليمها، ولكن ما زال هناك خلاف على بعض التفاصيل. أنا يعني في الغالب الأعم رغم الأحداث الأخيرة متفائل مفاوضات الكويت. أستاذ محمد، أنا أعتقد أنه الآن هو فيه لجنتين، اللجنة الأولى هي لجنة شبه لجنة تحضيرية، ولا الآن بدأت اجتماعاتها في الكويت، ويبدو لي أنه أحد قادة المجموعات هذه هو قائد اللواء التاسع، وبالتالي هو لا علي عبد الله صالح الدرجة الأولى. هذه اللجنة ربما أنها تضع نقاط وبنود الاتفاق اللي ممكن تناقش في الاجتماع اللي الرئيس اللي بعد أسبوع القادم. والحقيقة أنه إذا نظرت للحوثيين وعلي عبد الله صالح من سنين وهم يتفقون ويختلفون، فأنا شخصيا أعتقد طالما أنه ما فيه ضعف حقيقي للحوثيين بالذات، ضعف على الواقع العسكري، فلن هم فقط يكتسبون وقت، يأخذون وقت راحة، يعني يكون في انكشاف، يعني ما اتصور انه انا اتصور انها مرحله. اتمنى انها إن على الاقل تصير، لكن ما اعتقد انه في نهايه للازمه اليمنيه كما نتوقعها. ترى على فكره فيه ضغوط دوليه تجاه انهاء هالقضيه هذه من اوروبا ومن امريكا. صحيح. ومن صحيح. يعني اطراف ثالثه. فاصل ثم نعود اليكم. أهلا بكم جديد إلى تكافؤ النسب. أصدر قاضي محكمة العيينة قرارا بتفريق شمل الشاب علي القرني وزوجته مها التميمي ومولودهما الذي تكاد تنقضي أيام حياته قبل ولادته، بناء على دعوى عدم تكافؤ النسب التي رفعها أعمام الزوجة. إيش رأيك محمد؟ مشكلة والله. إذا كان هناك يعني الأهل يحتجون أن هناك شيء من التدليس، بس أيضا الزوجة والزوج متوافقين، بل بينهم الآن طفل على مشارف الوضع، هي المرأة في الشهر الثامن. كيف يمكن حل مثل هذه الإشكالات قبل أن تقع الفاس في الرأس؟ هنا القضية، هل هي قضية شرعية بمعنى أنه في معايير شرعية تطبق، أو هي قضية أعراف حكم اجتماعي وأعراف؟ لا هي أعراف، ربما أنها أعراف شرعية ما فيها شيء. فلذلك زوجوا من ترضون دينه. إذا صح أن الرجل دلس مثلا أو ادعى ما ليس له، يعني واستطاع أنه يقنعهم ويتزوج البنت، الآن انتقلت القضية، صارت الآن قضية شأن زوج وزوجة، الأهل خارج الموضوع الآن. فأتصور أنا أنه المفروض أنه القاضي نظر في هالمصلحة دي. لا شك أنه أكيد أنه وإحنا الواقع ما ندري بالضبط وش حيثيات الحكم ولا الدفوع اللي صارت ولا القضية، يعني اللي سمعنا احنا هو لم يبت في الموضوع، ما زال الحكم ابتدائي لكن أيضا
يجب انه هل الحاله ذي القاضي نظر لها من منظار فقط وحكم الاعراف والتقاليد واعتبر هذه المعيار وترك المصلحه الحقيقيه اللي هي في بقاء زوجين متحابين وبينهم طفل. انت ايش تعليقك يعني؟ والله هذه لها عدد جوانب، اولا ما هي باول مره هذه، يعني لها سابقه. ولذلك كان المفروض انه من السوابق الاولى انه كان فيه نوع من من يعني صك عرف او تدوين او شيء، بمعنى انه القضاة ما لهم علاقه في الامور هذه اللي ما لها اساس شرعي مثل ما تفضل الاستاذ. طيب بس هم يخشون ايضا، لحظه يا دكتور محمد، تخشى الدوله ممثله في القضاة انه يصير في حاله اقتتال، في حاله ما يكون دم انتقام ثار من الاسره الرافضه. لا، هو اذا الناس عرفوا انه هناك شرع وهناك نظام، وان النظام سيعاقب من يتصرف من عنده أو يأخذ القانون بيده على ما قاله لن يقدم أحد. ولكن الشيء المهم جدا هنا هو أن المرأة هذه عمرها 25 سنة وهي قابلة أو سعيدة بزواجها. أنا أستغرب حتى من الأهل، عادة موقف القضاة هنا، أنا ما طبعا لست قاضيا، ولكن يجب هذه يكون فيها درس اللي هو حدود تصرف القاضي فيما يتعلق بتفسير الأنظمة والقوانين. يعني ما تكون الأمر مفتوح له. فالقاضي بدلا من أن يأخذ جانب أنه يروح يطلقهم كحل، كان من المفروض أنه يأخذ جانب إقناع الأهل بأنه هذا مستقبل بنتكم، وبنتكم سعيدة، وأنكم أنتم لو عملتوا شيء مخالف كان من الممكن أنكم تنضرون أكثر. ثانيا، ما في شيء اسمه يعني قضية تكافؤ نسب، يعني أنت ما تتكلم عن نسب ألف ونسب باء ونسب جيم ونسب في خضيري وفي قبيلي وفيه ناس يعني يحدث بينهم نزاعات وفي 110 و220 هذه كلها تفصيل عن شركة الكهرباء. احنا نتحدث عن واقع يجب أن يتم التجاوزه، اما ب يعني افتاء شرعي او غيره. حسب كلام البنت انه ابوها عضلها ورفض انه يزوجها في كذا مره، هذا في شريطها. اي صحيح. وانها اضطرت ان اخوها هو اللي يزوجها بدلا عن وليها. القاضي الاول اللي زوجها ما كان يعرف وش قصه النسب، لو افترضنا الكلام هذا صحيح، كيف واحد قاضي يزوج على اعتبار وقاضي اخر يفصل على اعتبار آخر؟ أنا أتكلم أنه يجب أن لا يكون فيه هكا التفاوت الكبير بين حكم القضاة. هذا واضح. أنا أظن أنه يا أستاذ عقل أنه عائلة المرأة أخوانها أو ذا كان الأحرى بهم أن يتحروا جيدا قبل أن يعني يتم هذا الزواج، أما وقد تم فما عاد لهم يعني خص في هذا الموضوع. ولا إيش تعليقك؟ والله كل ما قلنا شيء في مثل هالموضوع قال ترضاها لأختك. أشغلت قضينا من هذه في الدين والهيئات وذا نكسل على النسب. بس أنا بروي لكم حادث أمس يعني عن الموضوع نفسه. عن الموضوع يا أخي، هذه القصص الملفات القبيحة اللي تصل يعني تصير إلى العالم، تصير يعني السعودية كل واحد يشتمها بشكل طيب. ما في أحد سياسي يفهم يقول هذه القصص حتى إذا حدثت جيبوها في هالمكان فيه محكمة شيء وتعالج. يا أخي هذا كاتب أمس مانشيت في جريدة إنجليزية يقول القاضي يفصل مرأة من زوجها، يطلقها من زوجها ويعني يقولها أو بما معناها السبب أنها تستطيع تأخذ واحد أحسن منه. طيب الإنجليز الحين لما يسمع يقرون هالخبر مش هو اللي أحسن منه يعني كيف يعني لا يمكن أحد يفهم كلمة صحيح أن الإنجليزي قالها بس هكذا تطرح واحد أحسن منه مش هو اللي أحسن منه بدل. لا بس إحنا أيضا كويسين نوسع صدر العالم يعني يحتاجون لأخبار طريفة غرائبيات. عبد الرحمن إيش تعليقه؟ والله أنا يعني ما أحب أعلق على قرارات القضاء لكني زعلان على الولد. يعني هذول اللي يبغون يطلقون الحين بنتهم زعلان على الولد؟ على الولد اللي بيجي على الطفل مولود مش على الزوج. الحين أنتم تبغون يطلقون رجال كويس، بكرة لا جاي بيشوف ولده يقولوا مو بكافو يشوف ولده وشلون بيعيش هالابن هذا غير مشكلة الزوجين. أوكي، فاصل ثم نعود إليكم.
أهلا بكم جديد. الهاشتاج هذا الأسبوع الحقيقة المرتاد التواصل الاجتماعي تداولوا عبر وسم لا لإيقاف أوبر وكريم، طبعا شركات نقل تأجير سيارات يعني زي مقام تقوم مقام التكاسي الليموزين عندنا. طبعا كثير من الآراء المؤيدة لعدم إيقاف هذا النوع من الخدمات بسبب انتقاد السعوديين لسيارات الليموزين التي يعني لا تلتزم بالحد الأدنى من النظافة والانضباط المروري ولا الوقوف يعني في المسارات الحقيقية. إيش تعليقك؟ هل أنت مع إيقاف خدمات هذه السيارات أو هذه النوعية من الخدمات؟ أول شيء منهم اللي يستخدمون أوبر؟ أكثر أي واحد؟ أكثر شيء الحين النساء، البنات والنساء يعني. أي أنا أعتقد أنا أشوفهم مبسوطين من الخدمة. ليش؟ طبعا لأنها أول شيء كل المعلومات موجودة يعني كل المعلومات يعني كلها تقنية آمنة، سيارة آمنة جدا، يعرفون السيارة والسائق وهو يعرف كل شيء. بس اللي 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 محدثنا الإشكال إنه شركات الليموزين طبعا تضررت، لكن لما جوا بيطرحون أوبر وكريم كخدمة ما سووا أي شيء. اكتشفنا فجأة في شيء اسمه كريم، والحين أنا شفت المعترضين حقين الليموزين إنه فيه سائقين يعني أجانب أخذوا سيارات، يعني في كلام كثير عن قصة القانونية كيف تنطبق. أنت تعرف في بريطانيا اللي يسوق في بريطانيا إنجليزي وكل النظام واضح، بس هنا يقولون المعترضين بأنه في تجاوزات غير قانونية في مسألة العامل السائق. سائق إيش؟ أوبر. سائق أوبر وكريم. إنه فيه فوضى. هلا شفت أنا ممثل النقل يتحدث ما أقنعني بشيء، ما فهمت شيء. طيب خلينا نشوف عبد الرحمن إيش تعليقه. يعني أعتقد لو الليموزينات كانت تسوي خدمتها بالشكل المثالي ما كان أحد يحتاج أوبر، لكن أوبر فيها ناحية الأمان مهمة. يعني أنت ممكن تكون تسافر برا السعودية تطلب أنت السيارة لزوجتك، تشوف مسار السيارة وهي تمشي وين وين تصل. أعتقد المشكلة القانونية لازم أنها تحل، مو يغلق أوبر وكريم. تبغى تعلق؟ أنا بعلق. الواقع الأوبر وكريم الاستراكشر أو التركيبة التعاقدية أو حتى التنظيمية لا تتفق مع نظام النقل في المملكة، وهذا هو السبب الحقيقي. على اعتبار أنه المسؤولية القانونية في السيارة ليست على أوبر ولا على كريم. كريم دي شركات فقط يتسهل تيسر، لكن الواقع العلاقة الحقيقية هي بين السائق صاحب السيارة، وهذه السيارات أغلبها سيارات خصوصية وليست سيارات إجرة. لذلك ولا أوبر ولا كريم تفترض الجنسية، أي واحد يقدم عليهم الطلب يعبى عن طريق النت وخلاص ومواصلة السيارة، وبعدين يرخص الشخص ذا ويأخذ عنده يسله حساب. فبالتالي أتصور أنه ربما لو وزارة النقل تنظم العملية دي تنظمها بتضع معايير على أوبر. أنا عارف أن أوبر غير موجودة أصلا وغير مرخصة كشركة بالسعودية، ولا كريم أيضا مرخصة كشركة، هم أوبريترز. يعني أنت تطالب بالتنظيم أو إيقافه فعلا. طيب إيش تعليق؟ أنا أتفق معه ولكني أختلف معك في الإيقاف، ما دام أن هذه خدمة والناس ارتاحوا لها. يعني على الأقل المرأة تركب مع سائق معروف، حتى لو أنه سائق لابد يكون فيها بطاقة، لابد يكون فيها إقامة وكذا ورقم السيارة. ولكن نعم، ولكن الشركات أيضا أحيانا شركات الليموزين توظف ناس من السوق السوداء أيضا. ولذلك ما دام الناس يعني انتفعوا منها وهي فيها مصلحة للناس أنا أعتقد أن الأساس أن النظام يسمح لها يعني. ولكن أتمنى من أعماق قلبي على ما قالوا أن نحل هالإشكالات هذه كلها بالسماح للمرأة بالقيادة، لأن هي محور هالقضايا كلها. طيب بالمناسبة على فكرة عندنا فقرة في الغالب أحيانا مع أو ضد، هالمرة السؤال حفي مع أو ضد، هل أنت مع عمل المرأة السعودية في البقالة؟
أنا مع عمل المرأة في أي مكان ما دام أنه ضمن أخلاق أنا لا أرى فرق أنه تقف هي في بقالة ولا تقف في سوبر ماركت ولا في مستوصف ولا في الوزارة ولا في الوزارة أنت مع عمل المرأة في البقالة الحين اللي حاسن عن هالموضوع يعني كيف يعني إذا هو رسمي وين الاختلاط اللي يقول لا تشتغل في لا تشتغل في الحكومة يا أخوي تشتغل في الوزارة أفضل من البقالة البقالة يمرها أشكال والوان خلا تشتغل في الوزارة أحسن منها إذا كانوا بيشغلونها في البقالة أي في باب أولى الوزارة الوزارة يا أخي تشتغل فيها وفي المؤسسات وفي الشركات بس على فكرة أوبر بس تفضل إضافي نسيت أبرجع لك أنت مع عمل المرأة في البقالة؟ لا في السوبر ماركت الكبيرة أوكي معقول بس البقالات والأشياء اللي على الطرق هو عمل حتى في أغلب دول العالم يعني عمل رجالي وليس عمل نسائي بس أنا بقول شيء واحد المرأة يا جماعة الخير لها هي ذات عقل وذات دين يعني لن تسمح المرأة بنفسها أنها هي تعمل في مكان قد يمس سمعتها أو قد يسيء لها هم أحرص منها ولذلك يجب ألا يعني يعني أنا ما أعتقد أن مثلا مع احترامي للأخ دهمان أنه في مرأة بتروح تشتغل في الطريق إلا إذا كانت في قرية تشتغل في بقالة على الطريق مثلا بعيد عن إلا إذا كان مثلا في قرية فيها محطة والعائلة ولا الأسرة ومن القرى هذه تستفيد من المحطات ولكن أعطوا الناس فرصة يعني أعطوا العالم طيب مش اسمه بس لحظة أنا عارف أن أنا خايف من الزهايمر حق العقل نسى فذا وبرجع لك يا محمد أيوه ايه اخوي لا تفضل وش تقول اقول في ناس واجد نساء انت في موضوع اوبر نساء ورجال لا يريدون ان يذهبون الى المكان اللي رايحين فيها بتاكسي هذه تجيك سياره محترمه ونظيفة. ما يدرون الناس وش اوبر إيه ولا اي فهذه مهمه حتى رجال الاعمال يا اخي لما يبغى يروح الانسان العادي حتى البسيط يعني اذا لك سياره بنفس السعر جميله ونظيفه ولا فيها لا تاكسي ولا شيء يجي السواق هذا ينزله بالعكس يعني يتفشخر يقول هذا سواقي ممتاز بالنسبه انا مع عمل المراه في اي مكان تتوفر فيه ضوابط معينه ضوابط مثل ما تكلم الدكتور محمد تعطيها الامن تعطيها الراحه ايضا طيب البقاله تحديدا مع او ضد انا معي انا البقاله زي السوبر ماركت زي اي شيء ثاني اهم شيء يصير في موجود في معايير تضمن لها الامن والراحه ابغى اشكر الضيوف الكرام الاستاذ عبد الرحمن الطريري محمد المهنا بالخيل محمد عبد اللطيف عقل الباهلي وشكر موصول اليكم الى اللقاء في الاسبوع القادم شكرا